حسين عبد المقصود، واسم الشهرة الحسين. احنا من عائلة الحسين. المهنة دي انا بقالي فيها 65 سنة. تكفيت نحاس بالفضة، انا واخدها عن والدي، بروحك باخواتي تعلم، وانا علمت ولادي بمهنة التكفيت بالفضة. انا اللي علمني والدي، لان انا والدي من اشهر الناس اللي شغالين في المهنة دي، وعلم اجيال. يعني والدي علم اخواته، تمام، هو طبعا والدي اتعلمها عن جده وعن ابوه، فاحنا تورثنا المهنة ابا عن جد. طبعا احنا 4 اخوات غير عمامي، عندي كمان 4 عمامي وولاد عمامي، فاحنا العيلة كلها في المهنة دي. تورثناها لان احنا حبيناها، لان المهنة دي من اجمل المهن ومن اقوى المهن فنيا. يعني الابداع كله، الفن كله فيها، غير كده كمان بتعلم الصبر. ما كانش الانسان صبور مش هيعرف يطلع حتة شغل زي دي. فن التكفيت انا عايز اعرفه بس للناس، لان للاسف الناس كتير جدا متعرفوش. ايه التكفيت؟ ان احنا بنطعم، احنا مسمينا تطعيم. ليه؟ احنا بنحط السلك، سلك النحاس في قلب الايه؟ في قلب الصينية. بنعمل مجرى في قلم اسمه قلم تسنين، بيعمل مجرى يمين ومجرى شمال، وبنحط السلك في قلب المجرى دي والمجرى دي، وبندق فبيمسك. فما حد بيشوفها ازاي دي بتعمل دي، لا لحام ولا بتاع ولا اي حاجه، ازاي حاجه يدوي زي دي الفضه بتمسك. فبشرح لهم، بقول لهم في سنه كده وسنه كده، اما بتيجي تنقع على سلك الفضه سنتين بيقفلوا على بعض يمسكوا الفضه من تحت. ده التكفيت، تكفيت الفضه. اولا دي مهنه تراثيه دخلت مصر تقريبا من حوالي 800 سنه، كانت بدايتها في العراق منطقه الشام، وبعد كده جت مصر. بس في مصر هنا انتشرت اكتر، وانت عارفه طبيعه المصريين لما بياخدوا حاجه وبيشتغلوها بيطوروا فيها وبيشتغلوا فيها بحب، فكانت في مصر اقوى بكتير. كان عندنا دكانه صغيره كده في بوابه المتولي، حضرتك انا واحد ضرب الاحمر، انا من الضرب الاحمر، حتتنا الضرب الاحمر، واخد بال حضرتك؟ في جامع ده في سور تحت بيه دكاكين موجوده لغايه دلوقتي. الدكاكين دي دكاكين صغيره، كان في بتاع الصدف وبتاع البق والخياميه، خياميه جنبينا المغربلين اولها كده، والدكاكين صغيره كده كان نقعد نشتغل. الكلام ده من 65 سنه، انا كان عندي 10 سنين في الوقت ده. يا ابني انت وهو، انا بقول لاولادي، بقول لهم احنا عايزين نعمل حاجه ما فيش صنايعه عملها. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نفكر في ايه؟ قلت له احنا ايه؟ مش بنعمل الفرعوني؟ قال لي اه، عماد ابني وحسن وكله. قال لي ايوه يابا. طيب ما احنا نحط فرعون ونعمل ايه ثاني؟ تاريخ، نجيب التاريخ، الحضارات اللي نحطها بطنيه واحده كبيره. العبري كمان حطيناه، واخد بال حضرتك؟ القبطي، الاسلامي، حطينا في قلب الصينيه دي كلها الحضارات دي كلها، وقعدنا نطعمها تكفيت فضه. قعدت معانا 13 شهر. احنا بدانا باول حاجه في الصينيه طبعا الحضاره الفرعونيه اللي هي بدايه الحضارات، وخاصه معبد الكرنك، لان معبد الكرنك هو ليه رمزيه عند المصريين زمان، لانه كان مجمع اديان. وفي نفس الوقت كمان جبنا فيه الملكه نفرتيتي، وهي من اشهر ملكات طبعا مصر، وهي بتتمشى على العربيه بتاعتها قدام باب المعبد في فسحة أو نزهة، تمام، ومعاها الحرس بتاعها وهي ماشية. جينا بعد كده دخلنا بعد الفرعوني العصر الروماني، تمام، وحطينا فيه المعابد. شكل المعابد يا شكل المعابد مختلف شوية عن العصر الفرعوني، الزي نفسه اللبس مختلف عن اللبس الفرعوني، قصة الشعر وطريقة الشعر برضو مختلفة، وهنلاقيها موجودة. جينا بعد كده بعد الروماني الاسلامي، ان اجمل خط هو الخط الاسلامي ومتنوع، فاحنا جبنا نوعين من الخط، اللي هو خط الثلث المملوكي وخط وش الملوك، موجود برضو في الصينيه.
بجانب الرسومات الإسلامي اللي هي من العصر المملوكي، زي مثلا فارس على حصان، مثلا رحلة صيد، كل الكلام ده موجود، حفلة سمر، يعني كل الكلام ده كان موجود في العصر المملوكي، برضو حطيناه كنوع من أنواع التراث الإسلامي المملوكي في الصينية. وجينا بعد كده قفلنا تاني بالحضارة الفرعونية، وكنا قصدين ان احنا نقفل ده ليه؟ لان الحضارة الفرعونية ما زالت لغاية وقتنا هذا لسه بنكتشف الجديد فيها، ولسه ما خلصناش عليها، لان طبعا لسه فيها كتير قوي قوي قوي، فكان لازم نقفل بيها، لان احنا لسه مستنيين ايه اللي هيكمل فيها وايه اللي هيظهر فيها تاني، الله اعلم. جينا بقى بعد كده التلات ديانات. الديانة اليهودية كانت موجودة في مصر، فكان لازم ان احنا نظهرها في مصر، وكان في ثلاث قصص حبينا نحطهم في الصينية. القصة الأولانية قصة البقرة، لما سيدنا موسى قال اصبحوا بقرة، برضه موجودة البقرة وموجودة الناس اللي كانت، يعني القصة موجودة. وقصة سيدنا موسى لما أخته رمته في اليم عشان خاطر خايفة من فرعون إن هو يقتله وكده، وجبنا المنظر التخيلي للجواري لما لقوه في المية وخدوه من الصندوق وحبوا يشوفوه ده إيه. والقصة التالتة خروج بني إسرائيل من مصر لما البحر اتشق وهم عدوا عشان يعدوا البر التاني. بعد كده طبعا الديانة المسيحية، كانت طبعا الديانة المسيحية طبعا كانت حضرت فترة من الفترة اللي هو العصر الروماني، وجبنا برضو شكل المعابد وشكل الكنائس والزي المسيحي وظهرناه برضو في الصينية. وبعد كده الإسلام بقى الخط اللي احنا قلنا عليه اللي هو الخط الإسلامي وكل ده، بجانب كمان ان احنا عملنا ايه، حطينا في الصينية أشهر ملوك وملكات مصر، زي مثلا رمسيس، ملك رمسيس، الملك توت عنخ آمون، كليوباترا، نفرتيتي. فإحنا برضو وكمان في حاجة مهمة، إحنا حطينا صور من العصر الفرعوني اللي موجودة على المعابد، زي مثلا العازفات، تمام، زي مثلا الكهنة وتقديم القرابين، زي مثلا برزنا برضو موضوع أو معركة رمسيس الثاني، تمام، برضو موجودة. فكل ده حطيناه في الصينية، احنا حبينا نحكي تاريخ مصر كله فيها، ابتداء من العصر الفرعوني لغاية العصر الإسلامي، وابتداء من الديانة اليهودية لغاية الديانة الإسلامية. فكانت دي فكرة الصينية اللي هي المزج بين الحضارات، وإن احنا بنقول للدنيا كلها إن مصر دولة قديمة ودولة تعايش، الديانات كلها والحضارات كلها اندمجت مع بعض، بدليل ان احنا لغايه وقتنا هذا الحمد لله حدودنا زي ما هي وناسنا زي ما هم وما اتغيرناش. ده دليل ان الشعب المصري شعب متسامح بطبع. في بقى حاجه يعني انا يعني الصينيه دي لما عملناها كانت فكرتها كلها ايه، ان احنا نجمع الثلاث حضارات، تمام. فانا لما اشتغلت فيها كان عندي امل ان انا صينيه زي ديت بتمثل الثلاث حضارات، إن هي تكون موجودة في متحف الحضارة، تكون موجودة في متحف الحضارة يوم افتتاحه، لأنها بتمثل الثلاث حضارات اللي قايم عليهم المتحف، اللي هي الفرعونية والقبطية والإسلامية وكل الحضارات، تمام. فلما عرفت إن وزارة الآثار عاملة معرض لمدة 3 شهور في المتحف، فقلت فرصة كويسة ان الواحد يقدم ويبقى الصينية موجودة، ونقعد نشتغل كمان للناس الزائرين يجوا يشوفوا الشغل ده اتعمل ازاي، لان في قطع مماثلة انا بعملها موجودة فوق انا شفتها، زي الشغل الاسلامي والشغل القبطي انا بعمل زيه. فكانت فرصة كويسة ان الناس اللي تخش وتشوف متحف الحضارة تشوف نفس المنتجات، في واحد قاعد حرفي قاعد شغال فيها. فقدمت فعلا، بس للأسف الشديد انا فوجئت اني اترفضت. ازاي ما اعرفش، يعني انا رغم ان انا موجود، كنت موجود في المتحف المصري وموجود في اماكن كتير بقعد اعرض شغلي للناس عشان يتفرجوا،
فاترفضت. والمشكلة كلها اني حتى المهن التانية اللي راحت ملهاش علاقة بالتراث. يعني انت في متحف حضارة يعني عايز تراث. فانا انا انا بناشد دكتور خالد عناني، هو اكيد يعرفني طبعا، وهو انا في كل مكان بطلع فيه بقول ان فعلا هو واقف جنبينا وجنب الحرفيين وعمل معارك كتير جدا لينا. بس انا كنت اتمنى وانا بناشده ان صينية زي دي مكانها متحف الحضارة تكون معروضة هناك، ها، واحنا قاعدين شغالين، هيبقى شكلها حلو وهتبقى حاجة بتمثل الحضارة وهتبقى حاجة قيمة. فأنا بناشد سيادة الوزير إن هو يقف جنبي زي ما وقف جنبينا كتير، ويبقى لنا مكان في المعرض ده إن شاء الله بإذن الله، وإحنا هنشرف مصر والله. يعني إحنا الحمد لله شغلنا تراثي، وإحنا بنعتبر إن وزارة الآثار دي بيتنا، لأن إحنا تراثيين، وزارة الآثار دي مننا، والدكتور خالد عارف كده ووقف جنبينا كتير. فأنا بناشده رجاء إني أنا صعبان عليا قطعة زي دي محدش يشوفها في متحف الحضارة وهي اسمها الحضارة.